Okay. David, David, thank you for your presentation. You are very clear for me about my CV. I love the job and the working in national team. دونك ميرسي ثابت، يعطيك الصحة على الفرصة هذه باش نحكوا على منهجية التدريب التحليل في المنتخبات الوطنية. For that maybe all poster, all screen, all video that I going to follow, I going to put in this presentation is more about the job in national team, in national team in this way, are not in a club, only a few in clubs, okay? اوكي دونك اللي بيشوفوه الليله موجه اكثر للمنتخبات الوطنيه مش للفرق. شكرا كوتش. نفسر انا الاخرين شويه، نرجع التفسير نتاعي. المحور نتاع المداخله هي شنو؟ ماتياس مان كوم اناليست تاع منتخب الارجنتيني يورينا في الاداره الفنيه في الارجنتين كيفاش العمل نتاعها بالضبط. هنا بار اكزومبل يتبع ميسي وياخذ لي كونتكست اللي ماشي يصنع فيهم الفرق، الوضعيات اللي ميسي يصنع فيها الفرق في المنتخب في الفريق برشلونه، ويهز الوضعيات هذيك ولي كونتكست يحطهم، يحاول يطبقهم في المنتخب الارجنتيني. لكن قبل ما يطبقهم في المنتخب الارجنتيني يلزم برنامج نتاع تدريبات معينه تشابه للوضعيات هذيك اللي ميسي صنع فيها الفرق في برشلونه، ويركبوها على المنتخب، استراتيجيه المنتخب الارجنتيني. هذه ملخص صغير. Yo la imaginé, o el equipo técnico la imaginó para que la realice en un partido contra Venezuela, que aquí vemos el video, porque este jugador de Venezuela, que juega en el rol número 8, sí. número 6 en el t-shirt, en la camiseta, go push up in depression, and nosotros teníamos espacio detrás or no. نفس الشيء فيما يخص بناء الهجوم ولا شلون؟ نفس الشيء يعني في التحركات يعني وفي بناء يعني الهجمه. نعم قولوا لاحظنا لو لاتيرال جوش هو كي فا اوكيبي لسباس ليبر اللي خلاه هذاك لو ميليو تيران اللي كي بريس. قولوا لو لاتيرال جوش سي لوي كي سبرينت بور اوكيبي لسباس ليبر اللي خلاه لو ميليو تيران. Okay, Matías dijo que el lateral izquierdo está aprovechando el espacio que ha dejado el centrocampista libre en los very dos. Very good, Laila. Very good. Okay. Situation. Esa es la visión del analista, del entrenador. Del entrenamiento. قال إليكم هذا هو العمل التحليلي للشخص اللي يعرف التحليل وقال شكرا. Porque eso lo pensamos y lo entrenamos. Pero metodología de entrenamiento que lo llevamos al entrenamiento. قال لك نفس الشيء اللي نتدرب عليها يعني نلعب نفس الشيء يعني نفس التدريب نفس اللعب يعني نفس المنهجية.